مسلمي انا مغربي انا مغربي انا عطاو الحبازي وفروا لي مغال المخدرين لان هاد المدينه ديال العاسفه تضربنا عليها الحركه تضربنا الحركه على الدرويش حنا راه عندنا باش نعيش ولكن كي تندوزو غادي للمدرسه ومش حاجه اللي قال لي درويش ما عندوش خارج مع الصباح واقف يتسنى ما يدي وكل ولاده يتسنى يجي شي واحد يقول بنادم اللي ما عدوش تنسموه حنا باللغه ديالنا في عاسفه ما قاريش نهائيا تنسموه عبد الله نضامنوا مع هاد الشباب اللي مشاو في البحر والحقيقة واحد الخطا كيرتكبوا هاد الشباب تيقول لك حنا اسي محقوره اسي ما حقوراش شي واحد اسي ولاده اللي حاقرين روسهم لان في 20 فبراير كان الفوسفات خرج 5000 منصيب شغل ودات منه خريب 3000 منصيب ودات منه اليوسفيه 1200 منصيب ودات فيها بني ملال وفقي بن صالح 400 منصيب وكان نصيب ديال مدينه فوسفاتيه هو 20 واحد. شنو علاش هذا الشيء كامل؟ لان هذوك الناس ديال خريبكا وديال اليوسفيه راه ناضلوا وتعتقلوا وداروا نضالات كثيره. الناس تعاسي ما محقورينش هما اللي حاقرين روسهم. لان اش دايرين المسؤولين؟ مسؤول اي واحد كيجي من شي بلاصه كيقول اسي راه زريبه وكيجيب عائلته كيخدمها ولاد البلاد ما كيخدموش. فين شاغلينهم؟ الاغلبيه شاغلينهم في التيران دورين بهم حيط كيدخلوا الكب ديالهم تمايا واشباه الرجال كاينين في مهرجانات ماشي رجال اشباه الرجال كان في مهرجانات والله تالله لو الناس تعاسي داكشي اللي كيديروا على الكوره وفي المهرجانات كون جمعوا هنا تيديروا بحسابهم ولكن هذا هو سرهم هذا هو سرهم علاش تيهربوا من الواقع ويمشي للبحر ما يهربوش يحلوا مشكلهم هنا يحلوا مشكلهم لان من القوانين الدستور هي حق الشغل احنا مدينه لها كل الكفاءات باش تحوي هاد البطاله ديالها ولكن الناس ما بغاوش هادشي اللي نقول لك هبنيتي والله يصوب والله يوعي هاد الناس ويرجعهم للواقع لو توحدوا هاد الجمعيات وهادشي توحدوا وحنا مدينه مشات مدينه راه ماشي غير الشغل راه ما كاين حتى حاجه ما كاين لا شغل لا مستشفى لا تعليم لا والو ولا بنيه تحتيه الى مناطق خضراء لا تحاج مدينه مهمشه ماضي احسن من حاضرها واش انا نقول لك شكرا الضغوطات يديروا اليد ديالهم ويجيبوا لينا خطوط لقينا خطوط هذا الشيء اللي كنطالبوا وبينا خوت اللي يجيو الجوده ديالهم اللي اما راه هما راه مشاو ماتوا الله يرحمهم بغينا غير الجود جلاله الملك الله يسهل عليك الا ما جيب لينا خطوطنا ندير يدك وتجيب لينا ها العار جلاله الملك الا ما جيب لنا خوتنا هادشي اللي بغينا غير خوتنا وبغينا المجرم يتحاسب وبين خوتنا يجيو بينا الجوده ديالهم بغينا نحيدو هاد الحرقه اللي فينا واش الام ديالو جالسه في الدار وهو كيتلاوح في البحر ها العار جلاله الملك دير لي يد ديالك بغينا خوتنا يجيو هادشي اللي كنطالبو بالجوده دي حضره لا اله الا الله متنساوش تابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.